السلام عليكم. هنتكلم في الفيديو ده عن طريقة رسم الإليفيشن بروفايل، وهنتكلم عن الهيد لوسس إكويشن. هنيجي نرسم بايب لاين، هنروح عند أيقونة البايب ونضغط كليك ونبدأ رسم البايب لاين. هنروح دلوقتي هنعمل إليفيشن لكل جنكشن. هنروح عند الفيكس تيبل وعند الجنكشن، نزل لنا هنا كل الجنكشن اللي عندنا في النتورك وعددها 7. هنبدأ نعمل الإليفيشن دلوقتي لكل جنكشن. أول إليفيشن وليكن 2، اللي بعديها هيبقى 5 7 8 10 15، وهنا وليكن 13. هنعمل كلوز دلوقتي وهنروح نرسم البروفايل. هنروح هنا عند ايكون البروفايل، نضغط كليك، بعدين نيجي نعمل نيو وهنعمل سيلكت فروم دروينج. هنحدد اول جنكشن وعلى عند اخر جنكشن ونعمل كليك على الرايت مارك. كده نزل لنا كل الجنكشن. هنعمل اوبن بروفايل. هنا هنلاحظ الترم اللي عاوزين نعملها بروفايل. احنا عاوزين نعمل الاليفيجن، فنعمل اللي هنا شيك. وهنا الهيدروليك جريد احنا مش عاملين بامب ولا ريسيفوار، فمش هنحتاجها دلوقتي، فهنعمل لها ان شيك وبعدين نعمل اوكي. كده هنلاحظ ان الخط البلو دوت البيز اليفيجن. ممكن نعمل برنت من هنا، نقدر نروح نسيفها كبي دي اف من هنا او نعمل لها برنت من هنا. وهنا ممكن نغير اسم البي دي اف، وهنا مجموعة اوبشنات. هنا جراي سكيل هيحولها لجراي سكيل ابيض واسود، ودي مجموعة اوبشنات ممكن تجربوها. هنعمل كلوز، هنروح على الداتا ونيجي هنا على بروفايل سيريس اوبشن ونعمل كليك. دي الويندو اللي ظهرت لنا في الاول. ممكن نغير الترمز اللي عاوزين نغيرها، ممكن مثلا نعمل بريشر او ايا يكن زي ما احنا عاوزين. هنعمل دلوقتي اوكي ونقفلها، بعدين نعمل كلوز. كلوز. هنتكلم دلوقتي على الهيد لوسس ايكويشن. البنت الهامر الديفولت بتاعه الهيزن ويليام. الهيزن ويليام من مميزاتها انها مش فاكشن في الرينولد نمبر، بس من عيوبها انها ما تشتغلش غير لما يكون الفلويد ووتر والماكسيمم تمبريشر 20 درجه سيليزيوس. ففي طريقه احسن لحساب الهيد لوسس اللي هي الدارسي ويزباغ. هنروح عند الاناليسيز كولوكيشن اوبشن ستيدي ستيت وهنعمل بيس كالكوليشن. هنروح عند الفريكشن ميثود، هنلاقي هيزن ويليام، هنيجي نغيرها هنخليها دارسي وسباغ. بالمناسبة المانينج دي بتستعمل لما تكون النتورك نوت كلوز او سيم اوبن زي الكوندكت كده اللي هي الترع. فاحنا هنروح على الدارسي. الدارسي بتشتغل على جنرال فلويد وجنرال تمبريتشر، وهي مور اكيورسي من الهيزن ويليام. فهنعمل كليك ونعمل كلوز. هنروح دلوقتي على البايب. لو جينا عملنا سكرول هنلاحظ ان مفيش هنا اللي هي الدارسي وزباغ، فنروح نعمل لها اد. هنروح عند الاديت، هننزل ندور هنا لغايه لما نلاقي الدارسي. ظهرت معانا هنا، هنعمل اد. ممكن نتحكم في مكانها، ممكن نرفعها او ننزلها من هنا. هسيبها مكانها ونعمل اوكي. هنروح في الاخر هنلاقي هنا ده ظهرت معانا الدرس. هنعمل كليك يمين ويونت اند فورمات، هنغيرها للمتر، نعمل اوكي. ممكن نعمل جلوبال اديت ونغير الفاليو زي ما احنا عاوزين، نعمل كلوز. احنا كده خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله.